أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أدرس في إحدى المدارس، وأتاني أحد الطلاب يخبرني بأنه في يوم الجمعة الماضية كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما موقفي تجاه هذا الطالب، وبأي توجيه أوجهه؟ لأن كثيرا من الطلاب عندنا من جنسيات مختلفة وهم متأثرون بهذه البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ولد بلا شك، ولد يوم الاثنين بلا شك عليه الصلاة والسلام، وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. أما يوم 12 من ربيع الأول أو يوم 9 فهذا لا دليل عليه، تحديد الولادة من الأشهر هذا لا دليل عليه، إنما هو ولد يوم الاثنين، لكن في أي يوم من الشهر الله أعلم، وليس لنا مصلحة في ذلك. لو كان لنا مصلحة لبين هذا، فلما لم يكن لنا مصلحة لم يبين لنا. والاحتفال بالمولد بدعة، بدعة ظاهرة ما أنزل الله بها من سلطان، في حد ذاته بدعة، ولكن يحصل فيه من الشرك والكفر والفساد الشيء الكثير، من دعاء الرسول والاستغاثة بالرسول والشكوى، شكوى الحال عليه، أو يزعمون أن الرسول يحضر احتفالهم ولذلك يقومون له يتلقونه ويجلس بينهم كما يزعمون. كل هذه من الترهات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.